أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا من كل مكان. موضوع اليوم موضوع شيق ومضخم بالمعلومات، وكل معلومة كانت عبارة عن بحث تبعته تجربة حقيقية. لذلك أكاد يعني أزعم أنه هذا الفيديو حيكون مرجع لكم بكل ما يتعلق بالتعقيل والتجذير وفهم الآليات اللي بتشتغل فيها هرمونات التجذير في النباتات، والانطلاقة في البحث اللي هي كانت التساؤل اللي خطر في بالي وأكيد في بالكم، ليش دايما بيستخدموا جل الألوفيرا كهرمون تجذير للنباتات؟ شو السر؟ شو المادة الفعالة؟ وليش بنستخدمه؟ وأقسام الفيديو راح تكون، أولاً راح نتحدث عن الألوفيرا شو السر الموجود في الجل تاعها، ثاني إشي راح نتطرق للطريقة الصحيحة في التعقيل شو المطلوب عشان نضمن نجاح العقل، حيكون معنا تكسير البوتوس كمثال على النباتات التي تحتوي عقد للجذور الهوائية، السجاد حيكون مثالنا على الجذوع الطرية، وعندنا الجوري راح يكون مثالنا على الشجيرات، وأيضا الخوخ والتين كمثال على الأشجار المثمرة. حيكون عندنا دليل نقدر نعتمد عليه لما نيجي نعقل، خاصة أنه داخلين على موسم التقليم والتعقيل. تمام؟ ما ننسى اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واتركوا لنا تعليقاتكم. آخر الفيديو كالعادة في مفاجأة، والمفاجأة هي النوع آخر من النباتات غير الألوفيرا يحتوي على هرمونات تجذير فعالة بمراحل، يعني تتجاوز الألوفيرا بمراحل ومش متوقعة، لكن رح نشرحها في آخر الفيديو إن شاء الله. خلونا نبلش في أول جزء من الفيديو. المادة الفعالة في الألوفيرا ساليسيليك أسيد، وهي المادة الفعالة في الأسبرين. يعني فينا إذا جبنا حبة أسبرين وطحناها وذوبناها بلتر مي، نستخدم هذا المحلول لنقع العقل لمدة ثواني قبل غرسها أو وضعها في الماء للتجذير. نفس المفعول بعطينا إياه جل الألوفيرا. لذلك عرفنا شو هو المادة الفعالة اللي في الألوفيرا اللي تعطينا المفعول اللي بيساعد على التجذير. هي مادة بتساعد على التجذير، بتعقم الجرح تاع النبات من البكتيريا ومن الفطريات. تحتاج هذه العملية لعدة أدوات. هذه الأدوات هي مقص معقم وحاد، ورقة من الألوفيرا طازجة، كوب من الماء خالي الكلور، ونبات الأم. نشوف فرع يكون صحي ونتبع العقد الموجودة فيها، العقد اللي راح تطلع لنا منها الجذور. أهم شي العقلة لازم يكون فيها عقدتين إلى ثلاث عقد. نقطع من أسفل العقدة، نزيل الأوراق السفلية من الغصن كاملة، ما نخلي أوراق بالأسفل. بنعصر الجل تاع الألوفيرا، بنغمس فيه العقد، نغطيها تماما، ثم نوضعها في الماء الخالي كلور. كل يومين ثلاث بنغير المي. الإضاءة تكون ساطعة وغير مباشرة. من أسبوعين لثلاث أسابيع أربعة هيك بتكون الجذور طلعت. لما تطول الجذور بطول سنتيمترات هيك العقلة صارت جاهزة للغرس والزراعة. الكوليوس أو السجاد مثالنا على الجذوع اللي تكون مرنة. الغصن المناسب نقصه بمقص معقم، نزيل الأوراق السفلية بحذر، نغمسها في جل الألوفيرا، وبعدها نقدر إنه نحطها في التراب مباشرة وتكون التربة رطبة. الجل الألوفيرا راح يحميها من التعفن، وفينا كمان نحطها في المي خالية كلور للتجذير، راح يكون تجذيرها كتير سريع وكثير كثيف، يعني راح تكون الجذور عنا بشكل كثيف وتصبح جاهزة للزراعة بفترة قياسية. الجوري شوي أصعب من اللي قبل، بدنا إحنا نتعامل مع شجيرات. نأخذ العقلة المناسبة، نكشط الساق لاستخراج طبقة الكامبيوم، وهي الطبقة هي المسؤولة عن تكوين الجذور.
بعديها بنغمسها بجل الألوفيرا بشكل جيد، نغطي هاي المكان اللي كشطناه بالكامل، وبعديها بنحطها في التربة، بنخليها في مكان ضليل وبنسقيها منيح وما نخليها تتعرض لتيارات هوائية، وأهم إشي الحركة، ما تتحرك نهائيا وما ندقرها وما نحركها من مكانها، يكون المكان ثابت وما يجي جنبها إشي بحيث إنه يحرك هاي الأشتال اللي شتلناها. وننتقل للأشجار المثمرة اللي راح يكون فيها اللحاء كثير سميك. نختار العقلة المناسبة ونقطعها، والعقلة ما لازم تكون طويلة زي ما بيقولونا، يعني العقلة بتكون 10 سنتيمتر 15 سنتيمتر بالكتير. المهم تكون فيها عدد كافي من العقد، تكون فيها عقد النمو من 2 إلى 3 كافي جدا. وطبعا لأن اللحاء سميك بدنا نشيل طبقة كبيرة من اللحاء بشكل دائري، بعديها نغمسها بشكل جيد بالعصارة تاعت الألوفيرا، وبعديها نغرسها في التربة، نحفظها بمكان يكون بعيد عن الشمس المباشرة، ونحافظ على رطوبة التربة وما نحرك هذه الأغصان بالمرة. الآن إلى فقرتي المفضلة واللي هي المفاجأة. سألتوا حالكم يوم كيف العصاريات بتنمو من الأوراق، كيف بتطلع جذور، وكيف بتطلع نباتات جديدة؟ طبعا أكيد سألتوا، بس الجواب إنه الأوكسينات الموجودة واللي هي هرمونات نباتية طبيعية تتحكم في نمو النبات، هاي الأوكسينات موجودة داخل الأوراق هاي بكثافة. مجرد ما أنه تقطع الورقة راح تتكثف عند قاع الورقة، راح تنمو لها جذور، وراح بعد هيك تحفز لنمو نبات جديد. مثل من هاي أهمها اللي هما الإندولثري أسيتك أسيد IAA، وهذا هرمون تجذير فائق ورائع لنمو النباتات، وكمان بيساعد في عمليات حيوية أخرى. وهاي النباتات بعضها اللي بنمو من الأوراق، حتى تلكوا صورها عشان تعرفوا إنه فينا نستخرج منها العصارة وفينا تساعدنا في تجذير النباتات التانية. نباتات خارقة بطبيعة خارقة، وجدا جدا جدا المواد فيها مركزة، لذلك مش بس الألوفيرا بتساعدنا، فيها ساليسيليك أسيد، بس هاي النباتات فيها ساليسيليك أسيد وفيها الأوكسيز، فالاثنين مع بعض راح يعملوا مفعول كتير قوي بمنع التعفن والتجذير وحماية النبات وتسريع نموه. الحلقات الجاية راح تكون كورس احترافي لتربية العصاريات، يعني بتطلعوا منه انتم محترفين تربية نباتات عصارية. وهيك بنكون وصلنا للآخر، شكرا لكم كتير ومع السلامة.